دسم. فذكروا نوح عليه السلام على أنه شرب الخمر وما ونام مسطولا، شرب الخمر مسطول. ورووا أن نوح عليه السلام وهو ركب السفينة اتعرى ونام عريانا، وعياله اتفرجوا عليه، وابن من أبنائه شافه اتفرج عليه ما ستروش. فلما حم شاف أبوه عريان فضح أبوه فدعا عليه، فتحول وجهه إلى اللون الأسود اللي هو بيقولوا دلوقتي إن جماعة السود كلهم دول أولاد ذرية حام. هذه رواية من؟ مش رواية القرآن. القرآن عفيف، والقرآن فيه النظافة والطهارة والمساواة بين خلق الله جميعا، لكن هذه رواية الأناجيل المتداولة والعهد القديم والعهد الجديد ما زال على هذه النبرة وعلى هذه اللغة. وشرب نوح فسكر وتعرى كما ورد في سفر التكوين. سفر التكوين 29:21، نبي الله ورسول الله سكير مخمور عريان، هذه صورة الأنبياء والرسل. إذن كان لابد على القرآن الكريم وعلى الإسلام أن يكرم القدوة حتى نقف بالمرصاد لمن يهزمون الرموز ولمن يستهينون بكرامة القدوة. هذه خطة غير المسلمين يمارسها هؤلاء المجرمون من تلامذة المسيح الدجال في زماننا بالطعن على رموز الإسلام ورموز وعلماء المسلمين. فيأتي القرآن الكريم ليبين لنا أن نوحا عليه السلام ظل 950 سنة لم يدخل معه في الإسلام سوى من أهله 3 من أولاده، والولد الرابع اللي قال له سآوي إلى جبل يعصبنا الماء وهلك، وآوى معه ودخل في الإسلام أم هؤلاء الثلاثة، وكذلك أيضا زوجاتهم، وقالوا 10، وقالوا 80 رجلا وامرأة ممن كانوا معه في السفينة طوال 950 سنة لم يبق معه موحد لله إلا هذا العدد القليل. لذا قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. يا خبر أبيض، ده حاجة تدعو الإحباط. وسبحان الله يصبر إلى آخر لحظة ويدعو لأهل الإيمان ويدعو على أهل الكفران أن ينجي الله الأرض من نجاستهم فيها ويظل على عهده مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك أيها المسلمون كان لابد أن تأتي هذه الصورة الكريمة حتى لا يكون الإسلام جاحدا لفضل هؤلاء الذين تحملوا واجتهدوا وتعبوا في سبيل عرض العقيدة وإقامة الحجة ومواجهة الكفر والطغيان. فجاءت الصورة بتكريم إبراهيم نوح عليه السلام بعد أن كرمت إبراهيم من قبل، وستكرمه في الصورة التي تليها وهي صورة إبراهيم عليه السلام التي ستأتي بعدها. إنه كان عبدا شكورا، مش كان عبد مخمور ولا عريان، ده القرآن اللي يقول كده. أدي الفرق بين القرآن وغيره من الكتب الأخرى والأديان الأخرى التي تستهزئ بأنبياء الله ورسله. إن كانوا من عادتهم وأخلاقهم الاستهزاء بالأنبياء، فنحن في عقيدتنا احترام الأنبياء جميعا وتوقيرهم وأن نأخذهم قدوة لنا في كل أعمالنا وفي كل جوانب حياتنا. دين وإيمان وشرط من شرائط الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نوح عليه السلام عندما جاءه رجل عربي يرتدي زيا فيه من الصرف وفيه من الاستعلاء على الناس، ما لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل وقد أخذ بمنكبيه وأخذ بجبته وقال له ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ مش تلبس لباس يا عم كده مناسب زي بقية الناس
ولا لازم يعني تنطط على خلق الله.